ماشي يا باشا، تسلم ايديك. اوكي. انتوا اخدتوا محاضرة الجنرال اكزامينشن؟ اخدتوها صح؟ طيب احنا بقى محاضرتنا النهارده هتبقى على اللوكال كاردياك اكزامينشن. اللوكال كاردياك اكزامينشن ده يشمل الانفكشن والفلتريشن والاوستالتيشن. اوكي؟ المفروض في حاجات مهمة من الجنرال اكزامينشن هتبقى مكملة معاك في اللوكال اكزامينشن، وكبارت من اللوكال اكزامينيشن مهم جدا زي البلاد بريشر والبالس بتاع البيشنت والنيك فينز والكاروتيد ارتريز، ولو في بالمونري كونجشن والبريفرال بالسيشنز والفيمورال ارتري اكزامينيشن علشان البريفرال ساينز بتاعت الحاجات اللي فيها هايبر دايناميك اوسكالتيشن. شوية حاجات جنرال كده، البيشنت بتاعك ما هوش دكتور فهو ما عندوش علم 100% حضرتك داخل تعمل ايه. عليكم السلام. ازيك عامل ايه؟ بسم الله يا باشا. كده طبعا كده بس هندي ده للحاجة سلوى، هندي ده للحاجة سلوى. المهم البيشنت مش دكتور، البيشنت ما هوش عارف الستبس بتاعت الاكزامينيشن ايه. لازم تتكلم مع البيشنت تشرح له، بالذات لو بيشنت اوف يور اوبوزيت سكس، وات يو ار جوينج تو دو. I'm going to examine your heart. I'm going to do this by this stethoscope. I'm going to auscultate your chest. I need your chest to be exposed properly for auscultation from the neck مثلا until the umbilicus or whatever. Expose the area اللي حضرتك هتعمل لها examination وبتشرح للpatient what you are doing. والمفروض الكلينيكال examination لو انت بتعمله لحد of the opposite gender يبقى معاك witness third party. حضرتك ميل بتفحص ليدي، معاك ليدي نيرس. حضرتك في ميل بتفحص ميل، معاك ميل نيرس. اوكي، this is how it should properly go. واهم حاجه your patient should know what you are doing، لان هو بالنسبه له القصه دي is not everyday practice. هو بالنسبه له دي ممكن يعملها مره وده event بالنسبه له، بالنسبه لك انت بتعمله كتير. explain what you are doing and why before doing it. acknowledge elephant in the room. العيان ما هوش عارف الاوضه دي فيها ايه، العلبه دي فيها ايه، العلبه دي فيها فيه. العيان ما هوش عارف هو داخل على ايه، فلازم انت تفهمه. expose the minimum amount of skin necessary. this is the artful use of the gown and wraps اللي هم الحاجات اللي انت بتستر بيها العيان. المفروض ان الحاجات دي انت بتستر بيها العيان. if you're examining the lower limbs the upper extremity مستور، if you're examining the upper limbs the umbilicus اللي تحت مستور، if you are examining the chest يبقى ما هو تحت الشيست مستور، وهكذا. do not rush or cause pain. ما تسمعش العيان من على الهدوم، لانه في ناس بتجد صعوبه في انها تسمع الميرمرز العاديه، فما بالك انت لو في هدوم اصلا بتبقى difficult وما هياش professional وبتلوز important data ممكن انت تحتاجها. اول ما بتبتدي تبص على البيشنت تشيست بتبص الاول حاجه على الانسبكشن او الاوبزرفيشن، يعني انت بتبص بعينيك. اول حاجه بتلفت نظرك في عينيك السكن، من اول السكن كولر بالسكن بيجمنتيشن بالسكن سكارز. ممكن تلاقي سكار اوف ميديان سترناتومي، ممكن تلاقي سكار اوف لاترال ثوراكوتومي، ممكن تلاقي سكار صغيره، ممكن تلاقي سكار كبيره، ممكن تلاقي مالتيبل سكارز. عيان مثلا شايل سبلين ومش عامل كوليسيستكتومي وابندسكتومي وسيزيريان
سكشن وكابج وفالف ريبليسمنت، كل دي سكارز المفروض ان حضرتك بتاخد بالك منها. بتاخد بالك من نفس العيان، is he lying comfortably in bed ولا البيشنت داون بستريس وما هوش قادر يلاي فلات او في 30 او في 45 درجه الانجل بتاعتك. Is the patient able to speak properly؟ لانه speak ان هو speech واثناء ما هو نايم لو هو عنده ديسنيا او اورثوكنيا هيظهر دوت معاك، لانه speech is an exercise for the chest and the breathing and the respiratory system and so on. دي رسمة هنا مبينه لك القلب شكله ايه جوه صدر العيان ومكانه فين عشان انت تبقى فاهم. والقلب موجود في نص الشست to the left side، والابكس بتاعتك المفروض بتبقى located في left fifth space. المفروض ان انت بتidentify كده شوية بوني لاند ماركس، المانوبر مسترناي والاسترنال انجل والكلافيكلز بتوعك والاسترنال لحد الزيفويد بروسس. الهدف من دول ان انت بتidentify areas of auscultation، يعني لما انا اقول لك الفيرست اورتيك اريا مكانها في الحته الفلانيه، السكند اورتيك اريا مكانها في الحته الفلانيه، حضرتك لازم تعرف تحسب الحته الفلانيه دي ازاي. ازاي تجيب المانوفر مسترناي والفيرست سترنو كوستال جانكشن وبعدين الفيرست سبيس وبعدين السكند جانكشن والسكند سبيس وهكذا. يبقى دي نقط مهمه جدا، البوني لاند مارك. نمبر 2 اللي حضرتك بتسمعه ده از ذا اوسكالتاتوري اريا، ذس از نوت ذا اناتوميكال لوكيشن اوف ذا فالف. يعني الميترال اريا اللي احنا بنسمعها على الابكس اوف ذا هارت بنقول انها موجوده في الليفت فيفث سبيس، لكن مش ده مكان الميترال فالف، ده المكان اللي الساوند بتاع الميترال فالف بيراديتي. الفالفز كلها لوكيتد حوالين السكند سبيس، على الابر بوردر اوف ذا سكند ريب واللور بوردر اوف ذا سكند ريب والابر بارت اوف ذا سبيس واللور بارت اوف ذا سبيس. دول من الاربعه فالفز بتوعك الاناتوميكال مكانهم فين اهم. زي ما انت شايف دي الارياز اوف ذا اوسكالتيشن، الاورتيك والبالمونري والترايكاسبيد والميترال. الاريا اوف اوسكالتيشن بتكوريليت رافلي مع اللوكيشن اوف ذا فالف، اند وير يو ليسن ديترمينز وات يو هير. بعد ما بتعمل انسبكشن بتبتدي تدخل على البالبيشن. البالبيشن انت بتحس بايه؟ بتحس بالبالسيشنز بشكل اساسي. الرايت فنتريكل ليه بالسيشن معينه والليفت فنتريكل ليه بالسيشن معينه، والشيمبر انلارجمنت بيغير مكان البالسيشن اللي انت بتحسها. يعني حضرتك متعود انك بتحس الايبكس مثلا في الليفت فيفث انتركوستال سبيس جاست انسايد ذا ميدل، والعيان بيبقى لاين في 30 درجه بوزيشن او في 45 درجه بوزيشن اللي انت بتعمل فيها الاسمنتش. لو العيان وقف المكان ده اتغير صح ولا لا؟ ولو العيان نايم فلات المكان ده اتغير، لانه بالجرافيتي والديسنت اوف ذا دايفرام الابكس اوف ذا هارت هينزل لتحت المكان هيتغير. يبقى انت بتكزامن العين في البوزيشن الفلاني، متعود تحس البالسيشن بتاعت النورمال هارت اللي هي بتاعتك انت لو انت ربنا يديك الصحه خالي من الامراض. This is the normal. Normal مكان ونورمال كاركتر، ونورمال انه غالبا ما بيبقاش فيها ثريل، لان انت ما عندكش لا ستينوتيك ليجن ولا دايليتد ارتري او فيسل او فيسكس عشان يعمل لك بيرمننس اوف بلود. والله لو انت واحد رفيع قوي، لو انت انيميك، لو انت عندك هايبر دايناميك سيركوليشن نتيجه ثيروتوكسيكوزز او وات ايفر، ممكن تحس ثريل، لكن المفروض في الشكل الطبيعي unless انت كنت سكيني قوي والفيسلز بتاعتك فيري ايزي بالبابول انك ما تحسش بهذا الكلام. الثريل بيقول لك feels like the sensation when you kink the garden hose، لما تجيب الخرطوم الميه ويبقى متني في ثانيه وانت ماسكه بايديك بتحس بفايبريشن تحت ايديك كده عشان الميه ما هياش ماشيه هوموجينوس، الميه فيها تيربلنس اوف ذا فلو. يبقى ما you lost the laminar flow، laminar flow اللي هو الفلو بيرسبكت اللامينا، كل طابور ماشي لوحده وجنب الطابور اللي جنبه، فما فيش تيربلنس ما بتحسش بحاجه. وانس انت بس بتعمل كينك للجاردن هوز دون بتبتدي تحس تحت ايديك كده بفايبريشنز نتيجه التيربلنس، هي دي اسمها الثريل. يبقى دي الفيسيولوجيكال، وزي ما انت شايف كده الراجل بيحس، he
في واحد يقول لك انا بحس البالسيشنز بالتيب اوف ذا فينجرز البالمر سايد، وبحس ايه الثريلز بالبيز اوف ذا فينجرز، على اساس ان دي وايدر سيرفيس اريا. فطالما دي وايدر سيرفيس اريا فهتقدر تديتكت الثريل، وعلى اساس ان دي فيري فاين تاتش، هنا التاتش سنسيشن عالي قوي، فتقدر تحس البالسيشن اللي هي تبقى عامله زي النوك. الليفت فنتريكل زي ما انت شايف كده، الفينجرز اكروس ذا تشيست جاست اندر ذا نيبل، لان النيبل في الفورث سبيس، الابيكس في الفيث سبيس. بيقول لك طبعا لو هتعمل اكزامينشن للقصه دي ان اليدي يو هاف تو اكسبلين تو هير، تقول لها انا حضرتك دلوقتي احط ايدي علشان عاوز احس دقه القلب اللي هي مكانها فين، هي ما جاش درس اناتومي، فيو نيد تو تيل هير دي حضرتك مكانها تحت صدر حضرتك الشمال، الست ما تنزعجش لما تلاقي ايديك جايه محطوطه في هذه المنطقه. بوينت اوف ذا ماكسيمال امبلس، امبلس هي دي الابيكس with the pinpoint على الفينجر تيب، هتحسها لانها هتديك اعلى سنسيشن. هفترض ان انا ما حسيتهاش مثلا عشان البيشنت ده ماسكولر، عنده بكتوراليس ماسل كبيره كده بالكي، او ثيك تشست وول سين، او انفيزيماتوس اللنج تيشو اللي مكفرنج الهارت مساحته او الفوليوم بتاعه كبير، او ليدي مثلا with a large او pendulous breast او whatever، you can ask your patient to lie on the left side. بالطريقه دي الابيكس اوف ذا هارت بيبقى نيرر على الشست وول، وتقدر تحس مكان الابيكس اوف ذا هارت. الرايت فنتركل بالهيل اوف ذا رايت هاند، لانه احنا حطينا دي على الناحيه اللفت، فدي تبقى على الناحيه الرايت، وموجود along the sternum كده lower part of the sternum بالإبيجاستر. ده المكان اللي انت هتحس فيه بالright ventricular pulsation لو انت مفترض انك هتحسها، ولو في thrill او heave انت برضه هتقدر ان انت تحسه. اسبابه طبعا كتير قوي، يعني اي pulsation هتبقى augmented معاك في اي hyperdynamic circulation وفي اي valvular regurgitant lesion. يعني حضرتك لو عندك mitral regurg حضرتك توقع انك هتحس الابيكال امبلس سترونجر ولا ويكر؟ سترونجر. لو عندك aortic regurg سترونجر. لو عندك tricuspid regurg هتحس right ventricular impulse اكتر، ولو عندك pulmonary regurgitation نفس القصه. لو عندك حاجه زي PDA generalized hyperdynamic circulation، او لو عندك thyrotoxicosis generalized hyperdynamic circulation، هتحس الرايت وهتحس الليفت. فاهم قصدي؟ هنصل بعد كده للاوسكالتيشن. انا قاسمها لكم على محاضرتين، دي المحاضره دي جنرال شويه، وبعدين المحاضره اللي بعديها more specified او more to depth. حضرتك بتسمع ايه؟ ده سؤال مهم قوي. حضرتك بتحط السماعة على صدر العيان عشان عاوز تسمع ايه؟ عاوز تسمع رقم واحد normal heart sounds، رقم اتنين adventitious heart sounds، رقم تلاتة murmurs، رقم اربعة لو العيان ده عامل اي prosthesis وارد انك تسمع الكليكس او الساوند بتاعت هذه الكوتيس. يبقى اذا حضرتك وانت بتسمع العيان خلي بس في الباك مايند بتاعك انا بدور على الاربع حاجات دي. وخلي بالك من نقطه ثانيه، unless انت عندك aortic stenosis او mitral regurg او VSD او PDA، في ما عدا دول لو انت مش في دماغك انت عايز تسمع ايه مش هتسمعها. لازم حضرتك من الهيستوري والجنرال اكزامينيشن هتكون كونت ايديا مثلا ان this young 30 years old lady
that has been complaining of repeated attacks of rheumatic fever since childhood, or arthritis, or delay for repeated tonsillitis, has been complaining of dyspnea and palpitations that increased for the past 2 months. حضرتك متوقع وانت بتحط عليها السماعه لما قست ضغطها لقيته 110 على 70 ما هوش هايبر ديناميك ولا حاجه ما لقيتش اي ساينز اوف هايبر ديناميك سيركيليشن غالبا هتسمع مايتر ستينوس حضرتك هتركز انك تسمع الرامبلنج ميرمر بتاع مايتر ستينوس لان انت لو مش مركز معايا يوم يمسك حضرتك مش واخد بالك ان الراجل اللي داخل عليك ده راجل رفيع كده وطويل كده وعنده مارفانويد فيتشرز وبناء عليه حضرتك هتتخيل ان انت وارد جدا تسمع ميرمر بتاع اورتيك ريجستريشن لو انت مش في دماغك الميرمر ده مش هتسمعه لكن الاورتيك ستينوزس والمايتشال ريجرز والفي اس دي والبي دي اي غالبا انت لو حطيت ودانك بس على سيد العين غير سماعه يو كان هير ذم لان دول سيستوليك ميرمرز ولونج ميرمرز والاورتيك ستينوز والفي اس دي بيبقوا هارش ميرمر والبي دي اي بيبقى ماشينري ميرمر فانت هتسمعه يعني صعب ان انت تمس دول لكن ممكن تمس mitral stenosis ممكن تمس aortic stenosis المهم الفيرست هارت ساوند هي بتاعه الكلوجر بتاع المايترال والتراكاستيك فالف اللي هم الاي في فالف او الاتروفنتريكولار فالف والسكند هارت ساوند هي نتيجه الكلوجر بتاع البلمونري والاورتيك فالف او اللي بيقول عليهم السيميليونر فالفز ما بين S1 و S2 هي المسافه اللي الاي في فالفز مقفوله فيها والارتيريال فالفز مفتوحه فيها يبقى الفنتريكلز في اللحظه دي بتعمل ايه بتعمل سيستول يبقى ما بين S1 و S2 هو سيستوليك ميرمر ولما انا بقول كلمه سيستوليك يبقى انا قصدي فنتريكولار سيستول لان انا لو قصدي اتريم يبقى هو هيبقى اتريال دايستول فلو انت بتذاكر اي حاجه في الكارديولوجي ريليتد للكلينيكال اكزامينشن والكلينيكال ساينس كلمة سيستوليك طالما ما سبقتهاش كلمة اتريال سيستوليك هو المقصود بيها الفنتريكولار سيستوليك. فهمت قصدي؟ ده يونيفرسال لانجوج. يبقى ما بين S1 و S2 هيكون لو موجود السيستوليك ميرمر وما بين S2 و S1 هيكون لو موجود الدايستوليك ميرمر. لكن وارد جدا ان انا بعد S2 اسمع ساوند ادفنتيشيس وقبل S1 اسمع ساوند ادفنتيشيس برضه. فسميناهم S3 و S4 وبما ان ما بين S2 و S1 هو الدايستول فانا افهم من كده انه S3 و S4 are diastolic diastolic sounds وطالما هم diastolic sounds يبقى هم related to the turbulence of the blood flow اثناء filling of the ventricle وبما ان S3 قبل S4 وانا عارف انه الدايستول ده مقسوم مرحلتين مرحله فيه passive filling ومرحله فيه اكتف فيلنج عن طريق الكونتراكشن بتاع الاتريوم يبقى مين اللي هيبقى نتيجه الباسيف فيلنج لما يخبط في النون كومبلاينت وول ومين اللي هيجي نتيجه الاتريال كيك اجينست النون كومبلاينت وول احنا كده فهمناها لوجيك بطريقه عمرنا ما هننساها S1 S2 ما بينهما سيستول S2 S1 وما بينهما دايستول لو جالي ساوند بعد S2 هسميها S3 وساوند قبل S1 هسميها S4 اتفقنا انه S3 و S4 are diastolic sounds دايستول مرحلتين مرحله passive filling ومرحله active filling اللي هيجي نتيجه الباسيف filling against the non compliant wall هسميه S3 واللي هيجي نتيجه الاكتف filling against the non compliant wall هسميه S4 والميرمرز عملنا لها localization يبقى كده القصه ابتدت تنور شويه ده الكلام اللي احنا قلناه اهو اوسكالتيشن تكنيك العيان بينام ما بينامش فلات على فكره بينام في الزاويه بتاعتك دي اللي هي 30-45 درجه والتشست بتاعه بيبقى اكسبوزد يو نيد تو سي ذا اريا وير يو ار بليسنج ذا ستيثوسكوب ما تحطش في ستيثوسكوب مثلا ايه في بعض مثلا الناس بتستسهل يقوم عامل لك كده وانت تدخله السماعه او يقوم رافع لك كده وانت تدخل السماعه من تحت ايه اللي ضمنك ان انت حاطط السماعه في المكان الصح you need to see where you are putting the stethoscope ولو في مين زي ما قلنا هنشرح لها احنا بنعمل ايه الستيثوسكوب لازم تبقى كونتاكت بالسكين ما تقولكش ايه ده بادي خفيف يا دكتور ممكن نسمع من على البادي
اه والله ده تيشيرت خفيف ممكن نسمع من على التيشيرت، المفروض ان الكلام ده غلط. الاستيثوسكوب ليه جزئين، جزء كون وجزء دايفرام. اللي بيسمع اللو بيتش ساوند هو الكون، واللي بيسمع الهاي بيتش ساوند هو الدايفرام. بيسمع معناها بيسمع احسن، هو الدايفرام بيسمع الاثنين والكون بيسمع الاثنين. بس تسهيلا عليك، الكونك منه جاي مخروط، فالمخروط يماجنيفاي اللو بيتش. انت شفت المايك بتاع الروبابيكيا، او لو انت جبت ورقه ورحت لففها كده شبه قرطاسه الطعميه وخليت الطرف النارو عند بقك وقلت توت، من الطرف الوايد التوت بتكبر. فدايما انت لما يبقى عندك كون وانت حاطط الكون ده، الكون يلقط اللو بيتش الساوند ويعمل فيه ايه؟ يكبره. الدايفرام لو البيتش جاي هاي بيتش ساوند هو بيترانسميت الويف عن طريق الدرام اللي موجوده وخلاص. يبقى الكون يسمع اللو بيتش والدايفرام يسمع الهاي بيتش ساوند. تمام. بص بيقول لك ايه؟ Remember, do not examine through clothing or snake that reach the stethoscope down the shirt or leg. وعامل لك شوية ايه؟ ده غلط، على التيشيرت غلط، على الجاون غلط، تدلدله من تحت التيشيرت غلط، وتسمع من على البراغة غلط، غلط غلط غلط، ما تعملش كده. بص good exam options when you are stating a female patient. ست رفعت البراء مغطية صدرها بإيديها مفيش مشكلة، أو فتحنا الجاون بحيث إن احنا نبقى مغطيين وبنسمع بس الحتة الأساسية اللي أنا أسمعها، بس الستيتوسكوب in contact with the skin of the patient. أسمع إيه الأول؟ نحط السماعة أول حاجة على الأورتيك إيريا اللي هي موجودة في السكند رايت انتركوستال سبيس. طب معلش يعني أنا هعرف منين ده السكند رايت انتركوستال سبيس؟ مش إحنا قلنا في أول المحاضرة البوني برومينسز بتاعتنا المانوفر مسبرناي والاسترنال أنجل أوبليوس والأوبوزيت الاسترنال أنجل أوبليوس، وبعدين البالمونري إيريا هتبقى في السكند ليفت انتركوستال سبيس، ثم التريكاسبيد اريا على الفورث لور ليفت انتركوستال كارتج، والميترال على الايبكس اوف ذا هارت او في الفورث سبيس في الميد كلافيكولار لاين. بنسمع اس 1 ونسمع اس 2 ونسمع الانترفال اللي ما بين اس 1 واس 2 اللي هو السيستول، والانترفال اللي ما بين اس 2 واس 1 اللي هو الدايستول. طب افترض عيان تاكيكارديك شويه، او عيان عنده اي اف الهارت ساوند فلو فاريبل، او انا يعني مش قادر اسمع اس 1 من اس 2. والله لو انا حطيت ايدي على الكاروتيد بالس، الكاروتيد بالس قريب من القلب الابيكال بيت، فالتايم اوف ترانسميشن اوف ذا بالس اكروس ذا ارتيريال وول مثلا كومبيرد للدورسالس فيديس وسايكل، فأقرب ما يكون للسيستول هيكون مع الكاروتيد ايه؟ يبقى انا لو حطيت ايدي على الكاروتيد بالس والسماعه على الايبكس اوف ذا هارت وعاوز اعمل تايمينج، يبقى السيستول هيبقى تايمينج مع مين؟ مع الكاروتيد بالس. وطبعا في حاجه اسمها فيسيولوجيكال سبليتنج. الفيسيولوجيكال سبليتنج بتاع الاس 2 ان الاس 2 دي نتيجه كلوجر اوف تو كومبوننتس بالمونري اورتي. ففي كتب هتلاقيها كاتبه اس 2 وفي كتب كاتبه اي 2 بي 2 وعامله خط اي 2 وخط بي 2. بما ان الليفت فينتريكل كماسل ماس اقوى، فمنطقي ان الاورتيك فالف يقفل قبل مين؟ قبل البالمونري فالف، لان كمان قفلة الاورتيك فالف هو سيميليونر، فهو عامل كده، فهو مرتبط ان الدم عدى، وبعدين نيجي اثناء الدايستول البريشر بقى ال 120 اللي موجود في الاورتا او 120 على 80، ال 80 الدايستوليك بيعملوا ايه؟ بيردوا الفالف، لان واحد دخل باب الاوضه وراح رازع الفالف. الرزعه بتاعت ال 120 على 80، ال 80 اقوى
ولا الرزعه بتاعت 20 على 10 ال 10 اقوى 80 اقوى، يبقى منطقي انه فالف هيقفل الاول، يبقى الاي 2 قبل البي 2 صح؟ والله بس الفصل الزمني ما بينهم صغير قوي، يقول لك up to 0.12 يعني يكاد يكون عشر ثانية، فممكن ودنك ما تلقطوش، ففي الطبيعي ممكن ما تلقطش سبليتنج، لكن هو موجود لو عملت له ريكوردنج على فونوجراف وفتحت الفونوجراف هتشوفه. انما في بقى سبليتنج بيبقى ظاهر عن كده، ظاهر عن كده وحضرتك خدت انسبيريشن ببساطة جدا، وحضرتك راجل ثين تشيست وول رفيع وخدت ديب انسبيريشن، الفينس ريتيرن لما بيرجع بيزيد على الرايت فينتيكل، فالرايت فينتيكل بياخد وقت اكتر وبناء عليه الدايستول هيجي متاخر شويه عن الليفت فينتيكل، فيحصل معاك ايه؟ فيسيولوجيكال سبليت. وفي وايد فيكس سبليتنج بتاع الاي اس تي، وفي بارادوكسيكال سبليتنج، وفي السبليتنج بتاع الرايت باندل، يعني في اسباب كتير قوي للسبليتنج، وسبليتنج خلقت ربنا موجود لكن لانه اقل من 10 ثانيه فانت ما تسمعوش. فهمت قصدي؟ لكن لو سمعته اسال نفسك انت سامعه ليه؟ بيشنت ثين واخد ديب انسبيريشن، ولا في رايت باندل في الاي سي جي، ولا ده ريفرس سبليتنج بتاع ليفت باندل، ولا في اي اس دي، ولا في ايه؟ ايه سبب الميرمر؟ مرمر يعني لغط، لغط يعني صوت غير معتاد، pathological is not the normal sound that you hear. جمتي ولا لسه؟ جمتي صح؟ حاسس شفايفك اتبيضت ولا كده مش جمتي؟ صعبتي عليا حتى ترجع 25 مش 28 طبعا. فالميرمرز جايه من الـ turbulence of the blood flow. بص يا باشا، كل ما باب الاوضه ده بيفتح كويس ويقفل كويس في الوقت اللي الباب فيه مفتوح، حضراتكم كلكم تقدروا تطلعوا بدون ما تعملوا تزاحم على الباب، وفي الوقت اللي الباب ده فيه مقفول محدش من حضراتكم هيستطيع ان هو يدخل الاوضه. يبقى طول ما الباب ده او الفالف ده is normally functioning the flow across the valve is in the correct time و is laminar. laminar يعني منظم، يعني ما فيهوش turbulence، ما فيهوش تخبيط، لا بتخبطوا في بعض ولا بتخبطوا في الفيسل وول. لو الباب ده حضرتك موارب وانا راجل عريض وانا داخل وانا طالع من الباب هخبط في الباب، ولو احنا تزحمنا على الباب هنخبط في بعض ونخبط في الباب، يبقى هيحصل تيربلنس مع الاستينوتيك ليجن. طيب مع الريجرجيتنت ليجن حضرتك واقف بره مش المفروض انك تخش جوه، وانتوا عمالين تتراكموا بره، فبره بقى زنقه جدا، فحضرتك غصب عنك بتزق ناحيه الباب وتدخل، الباب مفوت الباب هيفتح فحضرتك هتدخل فيحصل تيربلنس. سبب التيربلنس الاساسي هو اوجمنتيشن في الفيلوسيتي بتاعت لامينا معينه من البلاد. ما هو لو البلاد كله اوجمنتد فيلوسيتي مش هتسمع ميرمر برضه، لانه هيبقى كله لامينا، بمعنى مش لما حضرتك وحضرتك وحضرتي بنجري او بنطلع سلم بنعمل اكسرسايز الكاردياك اوتبوت بيزيد والهارت ريت بيزيد والبلاد بريشر بيزيد صح؟ والبلاد فلو اكروس افري فالف بيزيد صح؟ لو حضرتك لسه طالع سلم ولسه قاعد على الكرسي وانا رزعت عليك سماعه وسمعت هسمع ميرمر، لان انت صمامك برضو هيلثي والفيسل وول بتاعك برضو كومبلاينت والفالف بتاعك برضو يستطيع ان هو يعدي كميه الدم زياده اللي كلها ماشيه لامينر بس الفيلوسيتي زادت. قضية الميرمر هتحصل لما الفالف يبقى فيه مشكلة بتأدي انه اللامينر فلو بيبقى لوست. فهمت؟ فيحصل تيربلنس فانت تسمع ميرمر. سيستوليك ميرمر
هيبقى in the form of سيستول ما بين S1 و S2. S1 closure of mitral tricuspid, S2 closure of aortic pulmonary. يبقى ما بين S1 و S2 مين اللي مفتوح؟ aortic pulmonary. لو مفتوحين بس مواربين فيهم مشكلة يعني فيهم stenosis، بسمع aortic stenosis واسمع pulmonary stenosis، دول systolic murmurs. وقلنا S1 اللي هو قبلهم المايتال والتركاسبيد أقل، لو المايتال والتركاسبيد فيهم مشكلة فمفتوحين فهسمع الريجيرج بتاعهم، يبقى mitral regurg pulmonary regurg aortic stenosis. mitral regurg tricuspid regurg pulmonary aortic stenosis pulmonary stenosis كل دول systolic، عكسهم بقوا diastolic. في murmur يبتدي صوته واطي ويعلى يعلى كريشندو، يزيد اهو انكريز يعني كريشندو، يوصل لبيك وبعدين يقل تاني، بس من كريشندو دي كريشندو انكريز ديكريز. في مرمر من ساعه ما بيطلع هو انتنستي عالي ومكمل معاك، مكمل معاك اثناء السيستول كله، بنسميه بان سيستوليك او هولو سيستوليك، واكل S1 واكل S2 وما بينهما. في murmur بيبقى soft blowing murmur، وفي murmur بيبقى harsh murmur، فو فو فو، ده character وده character. لو احنا هنتكلم عن intensity يعني loudness يعني volume of the murmur، واحد يكاد يكون مش مسموع، اتنين يدوبك مسموع، تلاتة مسموع كويس، اربعة معاك الثريل، خمسة اكتر، ستة تسمعه من غير سماعة. ببساطة يعني ده grading بالسماعة، grading بالايكو بتاع severity of the valve اربع درجات، mild moderate moderate severe و severe. الجريدنج بالسماعة ست درجات، خلي بالك عشان بتيجوا مثلا في كلينيكال يقول لك الميرمر ده ايه، يقول لي 3 على 4 مايكرو ريجيرش، انت الميرمر ده انت جبته منين بالسماعة؟ السماعة مش 3 على 4، السماعة 3 على 6 او 4 على 6 او ايفر ثينج. الجريدنج بتاعكم ملوش علاقة بالانتنس، الله ينور عليك، ملوش علاقة بالانتنس، وممكن انت تسمع حاجة في ايكو تطلع حاجة تانية خالص اصلا. الانتنستي does not necessarily correlate مع السيفيريتي، بمعنى خلي بالك انا قلت لك لو الباب مقفول كويس انت مش هتسمع ميرمر، صح؟ عشان قلت لك كده. طيب لو الفالف ستينوتيك الى اعلى درجه يبقى كان الباب ايه؟ يكاد يكون مقفول، هتسمع ميرمر؟ ممكن ما تسمعش ميرمر. يبقى مش معنى ان انا ما سمعتش ميرمر انه الفالف سليم، بالعكس ده ممكن يكون الفالف سيفيرلي ستينوتيك. رقم اثنين في الكونجنتال هارت ديزيز، طول ما الديفكت سايزابل انف انه يعمل تربلنس للبلاد فلو ما بين التو شيمبرز هسمع ميرمر. لو الديفكت بقى كبير قوي، افترض مثلا واحد راح عمل ريموفال سيرجيكال ريسكشن للانترفنتيكولار سيبتر راح شايله خالص، اسمها الميرمر بتاع بي اس دي ده كومن شيمبر. يعني لو انا بقول مثلا ان الباب ده بيفصل ما بين الاوضه دي والاوضه اللي جنبها، حلو قوي، فلو الباب مش شغال هيبقى فيه تيربلنس. لو انا جيت شلت الحيطه كلها فالاوضتين فتحوا على بعض، هيبقى فيه اي صعوبه في المرور ما بين الاوضتين؟ مش هيبقى فيه تيربلنس. يبقى قد يكون الديفكت سايز فيري لارج وبرغم من كده انا مش سامع ميرمر. عشان كده لما تيجي تذاكر في درس مثلا في الكونجنتال اسمه كومن اي في كانال او كومبليت اي في اس دي اتريو فنتيكولار سبتال ديفكت، بيبقى اي اس دي وفي اس دي ومايترال ريجرج وتراكاسبيد ريجرج كله مفتح على بعضه، يقول لك انت ممكن تحط السماعه على صدر هذا الطفل ما تسمعش ميرمر اصلا وتشخصها بالايفو زي ما هيسمعك.
يبقى السيفيريتي ملهاش علاقة خالص بالانتنسيتي اوف ذا نيرف. اكسترا هارد ساوند احنا قلنا الاس 3 اللي هي بعد الاس 2 والاس 4 اللي هي قبل الاس 1 وسببهم نزول القلب نزول الدم في النون كومبلاينت ليفت فنتريكل. الاس 3 باسيف والاس 4 نتيجه الاكتيف كونتراكشن. بيقول لك اهو تعمل ايه؟ اسال نفسك دو اي هير اس 1 دو اي هير اس 2 دو اي هير ذا سبليتنج دو اي هير سمثينج بيفور اس 1 اس 4 او بعد اس 2 تبقى اس 3. Do I hear a murmur؟ طب المرمر ده في السيستول ولا في الدايستول؟ طب المرمر ده الانتنسيتي بتاعته ايه؟ الكاركتر الديوريشن الراديشن. وافكر شويه وهعرف احل الفازوره بمنتهى السهوله. ده كده الجزء الاولاني اللي هو اوفر يعني ايه جلوبال كده ابروتش على القصه بتاعه الجنرال اكزامينشن اللوكال اكزامينشن. ده كلام كده احنا قلناه قبل كده انه المرمر related للturbulence of the flow quantity of the blood flow تساوي area times the velocity وrelated للpressure على الresistance وبناء عليه لو زاد الpressure هيزيد الvelocity هيزيد الresistance هيزيد الساوند اللي انت تسمعه بتاع المرمر. طبعا صعب قوي 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 حد يتلخبط ما بين المرمر وما بين النورمال هارت ساوند لانه النورمال هارت ساوند از ا نوك اور ا تاب هو خبطه اس 1 از ا لب اس 2 از ا دب فهي خبطه اتس ا نوك. المرمر از لونجر ما هوش اورجانيزد زي النورمال هارت ساوند از لاودر عن النورمال هارت ساوند ولو تايمينج يا سيستوليك يا دايستوليك يا كونتينوس. كريشندو قلنا بيكبر دي كريشندو بيصغر كريشندو دي كريشندو بيكبر لحد بيك وبعدين بينزل وبلاتو ميرمر. لوكيشن اوف ذا ماكسيمم انتنسيتي ممكن تديك انطباع عن السايت بتاع الميرمر جاي منين. يعني مثال يقول لك مثلا الميرمر بتاع الاورتيك ستينوزز از هارش ايجكشن سيستوليك murmur related to the ejection of the left ventricle across the stenotic aortic valve وممكن يبقى كريشندو دي كريشندو فيديك الفو ويهدى فو ويهدى حلو قوي بس الكاركتر بتاعه هارش اسمعه فين اعلى حته على الاورتا بس منه هارش ولاود فممكن يبروباجيت all over the chest ويبروباجيت للبيج ارتريز الاورطة ومنهم طالع الكاروتيدز فممكن يبروباجيت للكاروتيدز فبروباجيشن برضو بتديك التقال عكس الميترال انفيرجن هو soft flowing murmur نتيجة الانكمبتنس بتاع الميترال فالف ونتيجة رجوع الدم اثناء الventricular systole اللي المفروض يبقى فيه مقفول الventricle من الاورطة across مثلا او سوري من ليفت اتريوم الى المايترال فالف فاذا سعادتك في هذا الوقت المفروض لو هتسمع ميرمر هيبقى سوفت دول مش هيبروباجيت البيز مش هيبروباجيت اول اوفر ذا تشيست ده هو يا دوبك بيبروباجيت مكان الليفت اتريوم والليفت فنتيكل فممكن يبروباجيت للاكزيلا على اساس ان الليفت اتريوم ده مكانه موجود فين ورا فهو بيبروباجيت على هذا الدايركشن وده غالبا لو الليفلت اللي بايظ هو البوستير ليفلت لو ليفلت اللي بايظ هو الانتيريور ليفلت مثلا نتيجه اسكيميا او وات ايفر فهيبقى الميترال فالف نفسه الاورجنايزيشن بتاعه بتاع الدايركشن اوف ذا بلاد فلو معكوس مش هيمشي ناحيه الايبكس مش هيرجع الريفرج ناحيه الايبكس هيرجع الريفرج ناحيه السيبتوم فانت هتسمعه مش بيبروباجيت الاكزيلا هتسمعه بيبروباجيت للاسترنوم او للترايكاستيد لما تيجي تبص بالايكو تلاقي الجيت ده راجع في اتجاه والجيت الثاني راجع في اتجاه عكسي. انتنستي زي ما قلناهم من 1 to 6 كواليتي بتاعه بلوينج فو هارش رامبلينج زي مايترال ستينوزز ميوزيكال زي لو في بيرفوريشن او لو في رابشرد بابيلاري ماسل او رابشرد كوردي او وات ايفر
وطبعا الراديشن اللي بيتغير مع الديناميك اوسكالتيشن بقى من اول الريسبيريشن والتشينجينج البوزيشن والسبيشال مانوفرز. المفروض ان انتوا اعتقد بتاخدوا نسخه من المحاضره دي، انا حاطط لكم اخر 3 4 سلايدز ديناميك اوسكالتيشن كده بطريقه لطيفه، بحيث لو حبيتوا تقروها او تعرفوا تلموها تلاقوها مكتوبه كويس. السيستوليك ميرمرز زي ما احنا قلنا بقى زي الاورتيك ستينوزس او زي الميتر الجيرش او زي فلو اكروس الانترفنتيكولار سيبتوم، لان حضرتك المفروض لو الليفت فنتيكل والرايت فنتيكل بوث ريلاكسد دورينج ذا دايستول، البريشر جواهم كام؟ زيرو. البريشر جوه الليفت فنتيكل زيرو، جوه الرايت فنتيكل زيرو، فمفيش دم هيعدي. حضرتك بقى ابتدي اعمل سيستول، البريشر جوه الليفت فنتيكل بيوصل على الاقل ل 121 عشان يفتح الاورتيك فالف، وعلى الرايت سايد بيوصل لغايه 26 عشان يفتح البالمونري فالف. ال 121 على الليفت سايد فيرسس ال 26 على الرايت سايد بيعملوا بريشر جيدنت. بريشر جيدنت ات ذات تايم يخلي البلاد فلو من الليفت سايد للرايت سايد. يبقى اذا حضرتك اثناء السيستول هتسمع الميرمر بتاع ال في اس دي. فهمت قصدي؟ early systolic بقى يبتدي يعمل timing. الـ acute severe mitral regurg بيبقى early systolic لأنه acute و severe، فالدم كله بيلحق يرجع في الأول، وعشان كده هو قاتل. هو قاتل ليه؟ لأنه كمية الـ regurgitant volume of the blood بتبقى كبيرة قوي، لدرجة إنها بتعلي الـ pulmonary pressure بشكل مبالغ فيه، وفي نفس ذات الوقت البالمونري فاسكولار بيد ما هواش تريند انف انه يعمل بالمونري فازو رياكتيف تشينجز فيحميك من البالمونري هايبرتنشن، فحضرتك على طول عندي خش بالمونري دي. فالعيان عنده اكيوت سيفير مايتال ريجرج نتيجه رابشر كابيلاري ماسل مثلا، او واحده حاطه ميتاليك فالف وجالها انفكتيف اندوكاردايتس والبكتيريا اكلت الرين فالصمام بقى بيلق، فجاء اكيوت سيفير مايتال ريجرج، غالبا العيانين دول ممكن يموتوا باكيوت بالمونري. فاهم قصدي؟ الاجكشن سيستوليك ميرمر اللي هو بيبتدي في الاول صوته واطي ويعلى في النص يبقى ميت سيستوليك عالي قوي زي كريشندو دي كريشندو. باثولوجيكال بيحصل في الاورتيك ستينوزس بانواعه بقى، هايبرتروفيك اللي هو سب فالفولر والاورتيك نفسه والفالفولر والسوبرا فالفولر او البالمونري ستينوزس. طبعا الميد سيستوليك ميرمرز هيتسموا زي ما انا قلت لكم لو في تيربلنس اثناء السيستول، واحد رفيع قوي في تشيلدرن، هايبر دايناميك سيركيليشن، ثايروتوكسيكوزس، انيميا، الحاجات دي كلها. اورتيك ستينوزز لاودست في الاورتيك اريا بيراديت الونج الكاروتيد. Intensity varies مع cardiac output، كل ما cardiac output يزيد كل ما aortic stenosis يزيد ولا يقل؟ يزيد صح؟ عشان كده العيان اللي عنده aortic stenosis neglected ودخل في heart failure وبقى ejection fraction بتاعه 20%، تسمع الممر حلو؟ تكاد تكون ما تسمعوش. عشان كده حتى يقول لك الجراح في الناس دول قبل العملية يعمل لهم حاجة اسمها ايه بالايكو كده؟ contractile reserve، يقول لك انا عايز اعمل له stress echo ليه؟ عشان اوجمنت المايوكارديال فانكشن فاشوف الفلو اكروس الفالف هيختلف ولا لا. ولو فلو الله ينور عليك، لو فلو لو جريدنت اورتيك ستينوزز ده مهم قوي. يعني لو واحد عنده سيفير اورتيك ستينوزز مثلا وعمل حادثه بالعربيه ونزف 3 لتر دم، وانت عارف الميرمر بتاعه انت سامعه امبارح فو 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 فو، لما ينزف 3 لتر دم من الفوليوم بتاعه مفيش دم يعدي اكروس ذا فالف، اي حاجه هتقلل الكاردياك اوتبوت هتقلل الانتنسيتي بتاعه السيستوليك ميرمر. هايبرتروفيك كارديومايوباثي طبعا، بس هايبرتروفيك كارديومايوباثي اكمنه ما هواش فالفولار اورتيك ستينوزز ومكانه تحت الفالف، فغالبا مش هيرادييت معاك للكاروتيدز، لان اللي بيعمل راديشن اكروس ذا كاروتيدز بشكل اساسي انه الويف اوف تيربلنس ترانسميتد ثرو ذا اورتا وترانسميت ثرو ذا اورتا، لان البوابه اللي ما بين الفنتيكل والاورتا هي اللي بايظه. لكن لو البوابه دي سليمه غالبا الويف والويف تحت فمش هتبقى ترانسميتد، زائد ان الهوكم اصلا دايناميك
ريليتد جدا 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 للسايز اوف ذا ليفت فنتركل. يقول لك انت لو جبت عين عنده وقم وزودت السايز اوف ذا ليفت فنتركل باي اني مينز على كيلو فلويدز اديته فازو دايركتور، اي حاجه من الحاجات دي هيعمل ايه؟ هيقلل النمو بتاع الوقم. ولذلك الوقم يقول لك قصته في الوفاه شهيره جدا، يقول لك هو لعب ماتش كوره ما بيموتش اثناء الماتش، انا هو ما بيموتش اثناء الماراثون، ما بيموتش اثناء الجري، لانه طول ما هو بيجري طول ما الليفت فنتركل كبير كل طول ما الكارديك اوتبوت كتير طول ما الاوبستراكشن اقل. يقول لك هو بعد ما خلص ساعه ونص جري قعد على الكرسي 10 دقايق مات. ليه بقى؟ لما قعد هدي الكارديك اوتبوت قل، الفنتركولار سايز ايه؟ قل، الاوبستراكشن ايه؟ زاد، قفل خالص. غالبا الهوكا ما بيموتش هو بيه او بيموت بعد بعد. لو قريت في الليترشر يقولوا سادن كارديك ديث مش دورينج اكسرسايز، افتر اكسرسايز، immediately افتر. بانسيستوليك ميرمر مايتر الجرش طبعا 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 لاودست على الابيكس اوف ذا هارت. الراديشن زي ما قلنا بيرفلكت الدايركشن اوف ذا ريجرجيتنت جيت، لو رايح للاجزيلا والباك يبقى ده البوستيريور جيت، يبقى ده نتيجه الايفكت على الانتيريور جيت، ولو دايركتد على البيز اوف ذا هارت يبقى ده الانتيريور جيت وجاي من البوستيريور ليف. يوجوالي ممكن يبقى اسوشيتد ولا سيستوليك ثريل اسوشيتد مع اس 3 ممكن، ده ممكن في بعض الاحيان يبقى اسوشيتد مع دايستوليك رامبل. ايه اللي عمل رامبل هنا بقى؟ الاكسسيف فلو الهايبر دايناميك فلو خلى فيه ريلاتيف فانكشنال ستينوزس، فممكن تسمع رامبل. الكلام ده صعب قوي يبقى ابلايد في الحقيقه، لكن هو مكتوب في الكتب. واحد سالك انت ممكن مع اي murmur of regurg تسمع murmur of stenosis؟ قوله اه. يقول لك ازاي؟ قوله لو regurg ده severe قوي فالvolume of the blood عالي قوي ففunctionally الvalve stenotic، يعني هو الباب ده بيطلع 20 بني ادم، لو انتوا اصبحتوا 40 هيبقى كأنه هم ال 20 بس انا قفلت الباب نص قفله، ما هي هي يعني. فهو الفالف از فانكشنالي از اف ات از ستينوتيك، لكن هو اناتوميكالي مش ستينوتيك، بالعكس ده ريجرجن تراكاسبيد ريجرج طبعا والفي اس تي. دايستوليك ميرمر اولويز انديكيت هارت ديزيز، ايرلي دي كريشندو دايستوليك ميرمر بتاع الاورتيك ريجرج ده اصعب ميرمر في السمع، غالبا عشان تسمعه كويس هتجيب البيز اوف ذا هارت كلوز تو ذا تشيست وول، انت بتقعد العيان يميل على قدام وتخليه ياخد انسبيريشن ثم يطلع الانسبيريشن كمان، فالدايفرام يفحص الحته اللي فوق دي خالص فيقرب القلب ناحيه الشيست وول ويخليه يوقف النفس بعد الانسبيريشن. حط سماعه لو سمعت. وطبعا الرامبل بتاع الميترال ستينوز بيبقى ميد دايستوليك رامبلنج ميرمر، وكل ما يبقى ليتر 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 كل ما معنى كده ان هو سيفير سيفير سيفير، لان هو ايه اللي بيعمل الرامبل حضرتك؟ بيعمل الرامبل ببساطه جدا، احنا قلنا ان الفيلنج اوف ذا ليفت فنتركل جزئين، جزء باسيف كبير قوي وجزء اكتف صغير قوي. الجزء الباسيف مش شغال حلو حيث ان الصمام ضيق. تعالى بقى على الجزء الاكتف، لان المين برانت معتمدين على الاكتف. يجي الليفت اترم يعمل سكويزنج للبلاد اجينست ذا ستينوتيك فالف، وحضرتك تسمع الايه التيرمينس. فلو الليفت اترم عمل سكويزنج والدم عدى بدري بدري هيبقى ميت سيستوليك. لو الليفت اترم عمال يعصر في نفسه اجينست ذا ستينوتيك فالف الميرمر هيبقى فيري ليت. يبقى كل ما الميرمر ما يصبح ليتر بتاع المايتر سنوز كل ما معنى كده ان هو مور سيفير، الى ان في الاخر ان هو يبقى مختفي يبقى سايلنت خالص. فاهم قصدي؟
aortic regurg زي ما احنا قلنا. شو بيقول لك؟ ممكن يبقى mistaken for breath sounds، انت تتلخبط ما بينه وما بين النفس، فتخلي عن الميل على قدام ويطلع النفس وما ياخدش نفس inspiration وتحاول تسمع. mitral stenosis mid diastolic during a rapid filling، pre-systolic اللي هو late diastolic اثناء الاتريال كيك او الاتريال contraction، بيتسمع احسن بالبال طبعا مش بالدايفرام. ممكن تسمع opening snap وده معناته انه الفالف لسه pliable ما هوش calcific قوي. continuous murmurs بقى، ممكن الحاجات دي بقى شفويات كده على الحاله، cervical venous hum في الكيدز، mammary سوفل في الاكسسيف بلاد فلو للمامري ريجون في الستات مثلا اللي هترضع او لسه حامل، بي دي اي ماشينري ميرمر سيستوليك دايستوليك ميرمر، بيريكارديال فريكشن رب لي اتنين كومبوننتس برضو، يبقى السيستوليك الاورتيك ستنوزز والميتال ايجرج. في ميتال فالف برولابس برضو، ميتال فالف برولابس هو قريب قوي للميتال ايجرج لكن هو بيجي في الميد ميد سيستوليك اكتر منه وليت سيستوليك، لانه هو الفالف از ريدندنت، الفالف از ريدندنت، فلما الفالف بيقفل الريدندنت تيشو دول بياخد وقت اطول شويه، فصعب تسمعه في الاول، لان هو ما عندوش مشكله في الاول، هو مشكلته في الاخر لما الحته الريدندنت دي ما بتقفلش كويس قوي، او لما الحته الريدندنت بتعمل النوت، هو بيقول لك بيعمل لك كليك او بلوب يعني وي ميرمر. طبعا لو كليك بس مفيش مشكله، لو ميرمر يبقى في ريجرج، يبقى انت تعمل ايكو، لان انت في الحاله دي هتتعامل معاك كانه مايتر ريجرج ابتو، ان انت في الاخر ممكن توصل لسيفير مايتر ريجرج وبارسوما. دايستوليك ميرمر الاورتيك ريجرج زي ما قلنا ايرلي دايستول، والمايتر سنوزز ميد وليد دايستول على حسب نوعه. ده شكلهم يعني الخط الاولاني الاس 1 والخط الثاني الاس 2. فاول واحد البريسيستوليك ده السيفير ميتال وتركاسبيد، الهولوسيستوليك ده ميتال وتركاسبيد ريجرج، الاجكشن سيستوليك كريشندو، دي كريشندو طالع نازل اقول له هو سي، ده الاورتيك اجكشن ميرمر اللي شبهه البالمونري ستينوزز، بس البالمونري ستينوزز هو فصل لك الاي 2 عن البي 2، وقالك ان هو بيكستند بياند الـ A2. الاورتيك او البالمونري دايستوليك ميرمر اللي بيبتدي بعد الـ S2. الميترال ستينوزز لو في اوبننج سناب اللي هو نمبر F. الميد دايستوليك ميرمر اللي هو G. والكونتينيوس ميرمر بتاع الـ B. تمام؟ ده شكلهم كجرافس يعني. دايناميك اوسكالتيشن انا حاططها لكم ثلاثة أو أربعة سلايدز، فيها الفيسيولوجيكال مانوفرز اللي هو الريكمبنسي والسيتنج والستاندنج والانسبيريشن اكسبيريشن، والفارماكولوجيكال مانوفرز اللي هي بإن أنت بتاخد الفازو دايليتور زي الأمايل نايتريت والإفكت بتاعتها، والفالسالفا مانوفرز. أنا حاطط لكم ثلاثة أو أربعة سلايدز وبصوا عليهم برضه مفيش مشكلة، لما الدنيا شوية هي دايناميك اوسكالتيشن خنيقه شويه وغتيته شويه، لكن انا قلت برضو نحطها هنا على اساس انا لما لقيتها وانا بحضر السلايدز قلت مش خساره ان احنا نحطها. سريعا كده هي بتالتر السيركولاتري داينامكس باي فيسيولوجيكال اند فارماكولوجيكال مانوفر تو ديتيرمين ذا افكت اوف ذيز مانوفر على هارت ساوندز اند نيرفز. بوزيشن بتاعك اللي هو ستاندنج او سيتنج، فيزيكال مانوفر زي الفالسالفا، وفارماكولوجيكال مانوفر زي الامايل نايتريت. كلام منطقي جدا. في الليفت لاترال ديكيوبيتس احسن حاجه هتسمعها وتحسها الليفت فنتريكولار امبلس والابيكال ساوندز والليفت فنتريكولار ميرمرز بيتر هيرت، الاكت اوف ذا تيرنينج بيزود الهارت ريت ويزود الميد دايستوليك ميرمر بتاع الميتال ستينوزز والبريسيستوليك اكسنتويشن، وبيزود البالمونري فينس كونجشن شويه فممكن يسمعك المايتر ريجرج ميرمر اكتر. سيتنج اند لينينج فورورد قلنا في الاورتيك ريجرج وفي البالمونري ريجرج. سيتنج وذ ذا ليجز دانجلينج بيقلل الفينس ريتيرن، والالبو ني بوزيشن ممكن تقرب فيه الهارت من الشست وول فتسمع البريكارديال. كلها حاجات منطقيه مش محتاجه حفظ.
ستاندنج تو سكواتنج بقى، الستاندنج بيقلل الفينوس ريتيرن يزود البلاد بريشر عكس السكواتنج، فكل الميرمرز هتقل لان الفينوس ريتيرن هيقل، ما عدا الميرمر الوحيد اللي يزيد ويموت لما الواحد يرتاح اللي هو مين؟ البوكا، لان انت عندك هنا اوبستراكشن جوه الليفت فنتري. لو انا عندي نطوء من هذا الجدار ونطوء من هذا الجدار والجدارين بعاد عن بعض في مسافه في النص عادي صح؟ النطوء ثابت وثابت بس الجدارين بعاد عن بعض. لو الجدارين دول قربوا من بعض يعني الليفت فنتريكولار كافيتي سايز قل، النطوء ده والنطوء ده هيجوا على بعض هيقفلوا الفلو تماما، يبقى الهوكم يزيد والباقي كله يقل. اعكسها نفس القصه، ادي الانسبيريشن فيرسس الاكسبيريشن. هاي انسبيريشن هيزود الرايت سايد ايفنتس لان هيزود البلاد فلو اكروس الرايت سايد اوف ذا هارت، فاي ستينوتيك ليجن هيزيد واي ريكرجنت ليجن برضه هيزيد، ما هما الاثنين مرتبطين ببعض، وهيزود السبليتنج وهيزود الرايت فنتيكولار اس 3 وهيزود الرايت فنتيكولار اس 4. اي اكسبيريشن اكس الناحيه الثانيه تبقى فالسالفا مانوفر بيتعمل ازاي؟ تاخد انسبيريشن فولود باي اكسبيريشن اجينست ا كلوزد جلوتس كانك عندك كونستيبيشن فور 10 تو 20 سكند، والفيزيشن يحط ايه؟ ايده كده على بطنه عشان يتاكد ان هو مدي الفورس تمام. تعملهاش طبعا في بيشنت عنده اسكيميك هارت ديز عشان بروفوك اسكيميا ولا حاجه. نورمال ريسبونس اربع فيزز، فيز 1 فيز 2 فيز 3 فيز 4. زي ما انت بتلاحظ هنا البيز لاين ضغط عام 130 70 حزق، الضغط زاد بقى 155 مثلا، بعدين دخلت في فيز 2 الضغط قل نتيجه انه فينوس ريتيرن قل، ما انت لما عامل بريشر كده انت مزود الانتراثراسيك بريشر، فانت عامل امبيدنس للفينوس ايه؟ ريتيرن مش عارف يرجع. بس انت في الاول انت فعصت شويه الدم اللي في الفينز اللي كانوا موجودين، فانت في فيز 1 ضغطك بيعلى، في فيز 2 شويه بقى ضغطك بايه؟ بيوطى، بعدين في فيس 3 مع الريليس يبتدي وطيان بتاع فيس 2 اهو يبتدي يعلى معاك، دخلت في فيس 4 يعمل sudden return of the peripheral you pull the blood to the vasoconstricted system. انت بس تبقى عارفهم ايه اللي بيحصل. انت في الاول خالص مع الحزق ضغطك بيعلى وشويه الانتراثوراسيك فينوس ريتيرن بيتفعصوا فيزيدوا على القلب، بس on the contrast لما بتطول شوية بتخش في phase 2 phase 3 ال intracrassic pressure عالي، ال venous return من extremities مش عارف يوصل عشان ال pressure اللي جوه عالي، فال venous return بيقل فال blood pressure بيقل، بعدين بتعمل sudden release فبتعمل suction كأنك بتعمل سرنجة، السرنجة دي تقوم مزودة ال venous return اللي كان pulled everywhere، وبناء عليه هيقول لك بقى ايه فيز 2. لو قلنا خلاص فيز 1 اللي هو البريشر عالي والانتراثوراسيك فينوس ريتيرن حصل له سكويزنج للقلب، فيز 2 بقى اللي هو الهاي بريشر ديكريز ان سيستميك فينوس ريتيرن ان سيستوليك بريشر اند ان بالس بريشر، فالاس 3 والاس 4 بيقلوا والاي 2 بي 2 بيقلوا، يعني خلاص ما هو اللي كان بيفصل ال P2 عن ال A2 هو ال venous return اللي بيصب في الرايت سايد، حضرتك دلوقتي ما بقاش عندك venous return، فال A2 P2 بقوا تقريبا قد نفس الوقت. All the murmurs ما عدا اللي بيزيدوا مع صغر حجم القلب اللي هو الهوكم بشكل اساسي احنا شرحناه، والميترال كولابس بالمنطق لانه هفترض انه الليفلت اللي طولها سنتي ونص سنتي بقى طولها سنتي ونص، لو القلب كبير مفيش مشكله تعامل زي البنطلون اللي انت رابطه بحزام، لو حضرتك تخين مش هتحتاج الحزام، لو حضرتك خسيت شويه هتضطر انك تستعمل حزام لان البنطلون بقى مبهوق منك، هي نفس القصه كده لما القلب حجمه يصغر البرولابس بتاع الليفلت هيزيد ولا هيقل؟
هيزيد الله ينور عليك. فالميرمر هيزيد. فيس 3 خلاص انت سيبت بقى خلاص انكريز الليفت سايدد ميرمر. وبعدين فيس 4 مع السكشن بتاع الفينس ريتيرن يبتدي تظهر تاني الرايت سايدد. انا رسمها اهي 130 70. بعدين فالسالفا عمل سكويزنج للانتراثوراسيك فينز وزود الانتراثوراسيك بريشر فالضغط عالي وشويه فينس ريتيرن عالي. بعدين في فيس 3 و4 قالوا وفيس 4 عمل سكشن فرجع الفينس ريتيرن زاد. ايزومتريك اكسرسايز بتعمل ترانزينت بات انكريز في السيستميك فاسكولار ريزيست لا بريشر هارت ريت كاردياك اوتبوت هارت سايز الفنتريكولار فيلينج بريشر كله يزيد ما عدا مين اللي يقل الهوكم اهو نمره 5 سيستوليك ميرمر هوكم ايه ريديوس والكليك ريديوس او ديلي ليه القلب كده فاهم قصدي. ايزوتونيك اكسرسايز فارماكولوجيكال مانوفر انهاليشن اوف امايل نايتريت. الامايل نايتريت هتعمله ازاي؟ هتجيب الامبوله تكسرها تحطها في فوطه او منديل وتتشممها العين. سهلة بتعمله ازاي؟ امبوله حضرتك بتتكسر على فوطه والعين ايه؟ يشمها. طب الامايل نايتريت ده بيعمل ايه؟ حضرتك هو شبه الفلسان في اول 30 ثانيه يقلل الارتيريال بريشر 30 ل 60 ثانيه ريفلكس تاكيكارديا بعد 60 ثانيه يزيد الكاردياك اوتبوت والهارت ريت يبقى هو الاجمالي بتاعه حوالي دقيقتين لكن ما بيعملش ريدكشن في الستروك فوليوم زي النيتروجليسرين فده مستر انه ما بيقللش الستروك فوليوم هو بيعمل ديكريز ذا ارتيريال بريشر الاول يعني فازو دايلاتيشن. انت فاكر الدواء اللي اسمه نيفيدفين ادالات بتاع الضغط زمان كان يقول لك ده كالسيوم شانل بلوك بيوطي الضغط بيعمل ازاي ان هو بيعمل فازو دايلاتيشن بس كان السايد افكت بتاعه ايه؟ ريفلكس تاكيكارديا اهو ده زيه بالظبط فازو دايلاتيشن فولود باي ريفلكس تاكيكارديا فنتيجه لهذا بيحصل انكريز كاردياك اوتبوت بس انت تبقى عارف انه ده بقى سريع قوي 30 ثانيه 30 60 ثانيه اكتر من 60 ثانيه وبناء عليه الامايل نايتريت يفصل لي بقى دول عن دول يعني يفصل اتنين سيستوليك عن بعض اورتيك ستينوزيس يزوده مايتال ليجرجي او يقلله تريكاسبيد ليجرجي يزوده مايتال ليجرجي يقلله بالمونري ستينوزيس يزوده فيرسس الفالو لان الفالو دايناميك فالو ار في او تي اوبستراكشن البالمونري ستينوزيس فيكسد ذا فالف فيقسم لي الفالفولر من الدايناميك ويقسم لي الرايت سايد من الليفت سايد اللي شبه بعض المايتال ليجرجي والتريكاسبيد ليجرجي ويقسم لي الاثنين السيستوليك من بعض الاورتيك ستينوزيس والمايتال ليجرج فليه مزايا كبيره قوي ويقسم لي الهوكم فيرسس المايتال فالف كولابس لان يزود الميرمر بتاع الهوكم لكن ما يعملش تاثير على المايتال فالف كولابس لانه ما اثرش في حجم القلب لكن اثر في السيستميك فاسكولار ريزيستنس. لونج سايكل لينس افتر بي في سي اللي هو يقول لك ايه الايفكت بتاع البي في سي وتلاقي فيه ام سي كيو هي كده مشهوره في برونول ده ام سي كيو وبتيجي كتير في الامتحانات يقول لك ده كذا العيان وده كذا البي في سي وده ما بعد البي في سي ما بعد البي في سي يزود الهوكم الميرمر بتاع الهوكم يزيد بعد البي في سي لكن ما يزودش الميرمر بتاع المايتال ريجرج ولا التريكاسبيد ريجرج. بس كده انا كده خلصت محاضرة دسمة شوية وهي كانت تبقى حلوة أكتر لو معانا عيانين نسمع عليهم لكن قصدي أنا حاولت قدر الاستطاعة ألم الحاجات على قد ما نقدر ولو عندكم أي تساؤل طبعا احنا موجودين ما عندكمش مشكلة خالص وأعتقد هتاخدوا نسخة من المحاضرة دكتور ميرفت هتاخدوا نسخة من المحاضرة مش مشكلة يعني. يا غالي خلصت يا بوس هما ياخدوا نسخة من المحاضرة دي؟ لا ليه؟ لسه دكتور ميرفت بتشوف ال انا جبنا لهم ولا